مقارنة بين شاشات سامسونج 2024 الكيو 70 دي والكيو 80 دي، ايه اهم الاختلافات وايهما افضل الشراء؟ السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في فيديو جديد، معاكم اشرف عبد العزيز. شاشات سامسونج الكيو 70 دي والكيو 80 دي موديلات فئة الكيوليد او الفئة المتوسطة، ودول موجهين أكتر للمشاهدة بشكل عام وكمان للاستخدام في الألعاب، وخصوصا مع الـ PS5 أو الـ Xbox Series X، وده لأن موجود فيهم مداخل HDMI 2.1 ويدعم الـ 4K ب120 هرتز، والموديلين أداؤهم قريب من بعض لكن بينهم بعض الاختلافات، وده هنتعرف عليه بالتفصيل في الشرح علشان أسهل عليك في الاختيار. وفي نهاية الفيديو أقول لك أنا شخصيا اخترت إيه، وإن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنتكلم عن كل موديل بالتفصيل. فعلشان كده لو أول مرة تشوفنا وشايف إن محتوانا مفيد، ما تنساش اشترك في القناة وكمان فعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي خلينا نبدأ المقارنة بالأسعار. والكيو 70 هتكون متوفرة بأربع أحجام من الـ 55 للـ 85 بوصة. سعر الـ 55 بوصة $1000 وفي مصر 32,000 جنيه، وعلى أمازون السعودية حوالي 3400 ريال. أما الكيو 80 متوفرة بست أحجام من الـ 50 للـ 98 بوصة. سعر الـ 55 بوصة $1100 وفي السعودية حوالي 4900 ريال. والأسعار دي في وقت نشر الفيديو. وعلى مستوى التصميم الخارجي، الموديلين خامات الظهر والإطار من البلاستيك، والستاند الأرضي من المعدن وبيكون في نص الشاشة لكن الشكل مختلف. والتصميم الظهر أدخن شوية في الكيو 80، وده يمكن بسبب الإضاءة الخلفية، عكس الكيو 70 بيكون نحيف جدا اللي هو الإير سليم، وشكله هيكون أفضل خصوصا لو متعلق على الحيط. والمداخل الشاشتين موجود فيهم 2 USB ومدخل أوبتيكال وأنتنة ولام، وأربع مداخل HDMI كلهم 2.1، ويدعموا الـ 4K ب120 إطار في الثانية، وتقنية البلوتوث إصدار 5.2 والواي فاي 5، ومفيش أي اختلاف بينهم في الجزئية دي. ونظام التشغيل تايزن، وده النظام الخاص بتلفزيونات سامسونج، ومن أهم التطبيقات الموجودة زي يوتيوب ونتفليكس وبرايم فيديو وتطبيقات تانية كتير. والشاشتين نفس الواجهة والاستخدام. وعلى مستوى وضوح الصورة، الشاشتين هيكونوا جودة 4K UHD بتقنية الكوانتم دوت، ودي عبارة عن فلتر بينقل الألوان عشان تشوف الألوان طبيعية أكتر، ويدعموا خاصية الكوانتم HDR. لكن المختلف إن الكيو 80 الإضاءة الخلفية اللي هي الفول أري، ودي بتوزع الإضاءة على الشاشة على حسب المشهد، وبتزود دقة وتركيز الألوان وخصوصا اللون الأسود، وبتكون كويسة على الأطراف، عكس الكيو 70 الإضاءة الخلفية اللي هي الدول LED وبتكون ضعيفة شوية على الأطراف وتركيزها أقل. والاختلاف التاني هيكون في المعالج، والكيو 80 بتستخدم معالج الـ NQ4 الـ AI، وده بيستخدم الذكاء الاصطناعي في معالجة الصورة والصوت، وهيفيدك لو بتشوف فيديو أقل من الـ 4K لأنه هيعدل لك وضوح الصورة وكمان هيحسن لك الصوت. أما الكيو 70 بيستخدم معالج الـ Quantum 4K، وده كمان كويس لكن بيعمل معالجة للصورة فقط. وإجمالا الكيو 80 هيكون أفضل في دقة وتركيز الألوان وأعلى في نسبة التباين والسطوع، وهيكون مفيد في المشاهدة بشكل عام وكمان أحسن في معالجة الصورة والصوت. وبالنسبة للاستخدام في الألعاب، الشاشتين يدعموا خصائص الـ ALM والـ HGIG والفري سينك، وزي ما قلنا إن بيدعموا الـ 4K ب120 إطار في الثانية، بالإضافة لخاصية الجيم بار، ومنها تقدر تغير أبعاد العرض وإعدادات الصوت وخيارات تانية كتير. والشاشتين بيقدموا أداء كويس جدا ومفيش اختلاف ملحوظ بينهم في الجزئية دي. ونروح للنقطة اللي بعد كده وهي الصوت، والكيو 80 قوة الصوت 40 واط بتوزيع 2.2 شانل، ويدعم خصائص الدولبي اتموس والاو تي اس والكيو سيمفوني. اما الكيو 70 قوة الصوت 20 واط بتوزيع 2.0 شانل، ويدعم فقط الاو تي اس والكيو سيمفوني. والكيو 80 هتكون افضل في قوة وتوزيع الصوت ومستوى التضخيم، ودي كمان من اهم الاختلافات بين الشاشتين. Thank you.
طيب في نهاية الفيديو تشتري أي موديل فيهم؟ بصراحة أشوف الكيو 80 هيكون أفضل، خصوصا في وضوح الصورة وكمان في الصوت، وده ما يمنعش إن الكيو 70 كمان كويس لكن بنسبة أقل. وإنت كمان اكتب لنا في التعليقات أي موديلات تختار. بس كده، أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وكمان شير. مستني آرائكم وتعليقاتكم على الفيديو، وأشوفكم على ألف خير. سلام.